معنا هاتفيا من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. مرحبا بكم دكتور أحمد. إذا قمتم في القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بحملة إغاثية للنازحين في مخيمات عملية الفلوجة، ما آثار تلك الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الراشدين. حياك الله أخي الكريم. كما تعلمون أن مشروع الهيئة مشروع العراق الجامع الإغاثي، وضمن الموسم الشتوي قام القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى لتوزيع 1000 مدفأة كهربائية على العائلات النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة. حقيقة هذه الحملة الثالثة التي يقوم بها القسم مع منظمة أم القرى في توزيع المدافع الكهربائية. كانت لنا حملتين سابقتين في محافظة الأنبار في مخيم الحبانية السياحي ومخيم عامرية الفلوجة. تأتي هذه الحملة يعني استجابة للإغاثة النداءات الكثيرة التي تأتينا من العائلات النازحة وأيضا من إدارة المخيمات بسبب البرد الشديد التي تتعرض لها العائلات النازحة. وحقيقة تقدمت هذه العائلات بالشكر والتقدير لهيئة علماء المسلمين وللمنظمة على هذه المبادرة الكريمة. إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الهيئة تكون قريبة من متطلبات العائلات النازحة وخاصة في هذا الموسم الشتوي. نعم. طيب كيف وجدتم أوضاع النازحين في هذا المخيم؟ أخي الكريم، كما تعلمون أن هذه العائلات الكريمة منذ 3 سنوات وهي تعيش في العراء وفي خيم بسيطة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم. يعني نلاحظ هناك معاناة كبيرة تعاني منها هذه العائلات، وخصوصا في هذا الشتاء البرد الشديد. يعني لا نرى أي أمل أو أي مبادرة من قبل مجلس المحافظة أو الحكومة في التفكير جديا في إنهاء هذه المعاناة للعائلات. يعني من غير المعقول أن هذه العائلات تسكن في هذه المخيمات وبالعراء لمدة أكثر من 3 سنوات ولا يفكرون جديا في أنه عودتهم إلى بيوتهم أو إلى مدنهم. يعني حقيقة مما يؤلمنا أنه المعاملة التي يعاملون بها ليسوا كعراقيين لهم حقوق في هذا البلد، ومن أبسط حقوقهم توفير المسكن الملائم والطعام المناسب، إضافة إلى أن هناك أجيال من الأطفال لهم الحق في أخذ فرصتهم في التعليم وكذلك الاعتناء بهم وتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم. هذه كلها مغيبة. وأيضا مما ألمنا مشاهدة النساء العراقيات حقيقة الماجدات. يعني هل من المروءة أن تبقى هذه النساء في هذه الخيم وتترك في العراء ونحن نقرأ في أحوالهم البؤس والحرمان والشكوى من طول انتظارهم؟ يعني ولسان حالهم يقول بأي شريعة أو قانون أو عرف يعاقب أو نعاقب على عقوبة يعني لا حول لنا بها ولا قوة. وحقيقة الرسالة لابد أن نوصلها من خلال منبركم المعروف بأنه نصير المظلومين والمهمشين. رسالتهم يعني إلى كل حر وشريف في هذا البلد وإلى كل من يسمعنا من المنظمات والهيئات التي تعنى في حقوق الإنسان، ما ذنب هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ الكبار والمرضى يكابدون هذا البرد القارص في العراء ولا يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم ومدنهم؟ حقيقة هذه المأساة يعني تتكرر من خلال زياراتنا إلى المخيمات الموجودة في المحافظات الأخرى في الموصل وكركوك والأنبار. نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب.